المآلات ذي الشرع اليوم يقارن المآلات لي كونسيكونس المآلات. الإمام الشاطبي أبو إسحاق الشاطبي في كتابه الموافقات لشو ديالنا في الصفحة 140 المسألة العاشرة الصفحة اليمنى يند والنظر في مآلات الأفعال مقصود ومعتبر شرعا. كلام من ذهب باش غادي يوري امشي بنادم غادي يستخدم اللاغيس غادي يسعو الميزان غادي يسعو صواب. ربي دينا ولقد اتينا لقمان الحكمه اكيد دينا في الايه 12 من شرح الدرس عدان ربي هضرت في الحكمه والحكمه على مستوى الحكم ما يليون ذي الحاكم كي يبغوا الى الحكم اما والحكمه ذي ثواشولتيس اما ذي ثدارتيس اما ذي قذروميس اما ذي العرشيس اما ذي الحومينس ذي الكارتي ذي الحومه اما ذي البلديه اما ذي الدائره اما ذي الولايه اما ذي الدوله اما اندث اللي ضاف بنادم ما الا بنادم يسعى الحكمه بسم الله ما شاء الله ماشي المعين سوري غلظاره الخطا بشري النبي عليه الصلاه والسلام يناد كل بني ادم خطاء وخير الخطائين توابون ولكن ميكسع الحكمه غادي يكثر من الزوف ميكسع الحكمه يستشير صاحب الحكمه يستشير صاحب الحكمه اذا اخطا تاب واستقام ولسان الحكمه هذه الشيور وين يسعان الحكمة ما يغلظ أذي ثوف سيقرى يهوي أم بعد أن درقق تسقرص ما يسعى الحكمة أذي يخدم سوال لغن بيار الإمام علي رضي الله عنه إن من شاور الناس شاركها في عقولها وإن رأي شور نمذانا يعني بد أين لند قل لغنسن يسعى الحكمة ميلة الحكمة وتسيلر الفتنة يلا راجل مات وخلى أولاده كانوا هك ما شاء الله مات باباهم طاق على منطاق على الحانوت على الفتح نتاع الطوموبيل على الشركة على الدراهم ثمورث ثزمورث يلا أن درقيق تسقرص حروب قيرات أين الحكمة؟ تقول وش بيكم؟ هو باباكم اللي خلى هذا الخير راح يموت والموت حق هي ما واش نديرو قولوا الحكمه تقول روح الى سوره النساء الايه رقم 7 الايه رقم 12 الايه رقم 13 الايه 176 تفرى 100% 100% ماشي 99 فقط هاي فرات هاي فرات في قرن استقبالي اوال موزين إفرام مغزيف أديني شرام أنا عمي أول موزين إفرام مغزيف أديني شرام تفرى واحد مثغى في الحكمة لا لا يكون تزوير للديتورنمو لا فيولونس يستخدم كيغيل يهوايي خوك الكبير يقول انا هو باباكم دوزيام هذا الخير كراس اموا لو كان ماشي انايا باباكم والله ما يخلي والو ويدير الرايو احيانا المازوز هو اللي يدير الرايو سا ديبون اللي عنده البوفوار ماناش عارفين اللي عنده كارثه كارثه الحقره والظلم وحنا رايحين كاع ربي قال في سوره الحديد الايه 10 ولله ميراث السماوات والأرض.